صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ريم. اليوم احنا في شقتنا في ألبانيا، هنفتح لكم اللمبات لأنه أنا جالسة على ضوء الصباح. شوفوا كيف الأجواء الجميلة، كل بلد لها منظرها وطبيعتها الخاصة فيها. سبحان الله، الجبال والطبيعة والخضار وصفاء الأجواء. صباح الخير جوليا. صباح النور. صباح الخير علاء. صباح النور. كيف how was your sleep guys؟ good. good. والله كان مرة برد اليوم، بس قلت اوريكم يا جماعة الالوان الحلوة حقت الكراسي. صراحة يعني it's not as bad as I thought، لانه ايش اللي صار، كنت افكر الونها صح، كنت معايا انتون وقاعدة ادور الوان صبغة للاقمشة عشان اغيرها، بس ايش سويت، رحت جبت خدادير حقت غرفة النوم حطيتها. شوفوا كيف الازرق مع البينك مرة جاي حلو، لون كذا مختلف، تنسيقة غير. هذا شيء مؤقت بس لما الاقي فعلا الالوان المناسبه، وكيف فححاول اغير الالوان هذه حقت الكرسي، لانه احس ما ادري كذا من طرف هذا الجهه مره الازرق مو ما ادري احسه هذا حق مكاتب عمل رايت. انقهرت مره. اوريكم بس تصميمه، مره حلو شكله، خشب، درجات الخشب جدا جميل، كل شيء حلو. She's saying hi to you guys. Her cookie. ما تروح ولا مكان إلا معاها كوكي. So الكراسي هذي شوف كيف مرة حلوة، يعني تصميمها حلو، بناسب الأطفال يطلعون هنا بسرعة يتسلقوا لأنه مرة مرتفع بالنسبة لهم. وأيضا هذا قلنا راح نغيره، راح أسوي بوفينج، أخلي لون الخشب نفس لون الخشب حق الكرسي. هذا أبدا ما هو اللون اللي أصلا اخترته، فهذا أيضا راح يتغير، بس وأنا راح أسوي بنفسي، فإن شاء الله حيكون بروجكت بعدين في الصيف يمكن. بس والله سو هذا هو مطبخنا، ما تغير فيه شيء، نفسه. وهذاك الجزء كمان راح يتغير، حيصير فاتح، كل شيء غامق مره كذا. It's out. Anyways, so اليوم ايش عندنا؟ مفاجأة للأولاد، راح ناخذهم للقرية، وعندنا مفاجأة لي بالذات آدم راح يتفاجأ، شيء مره حنشوف موقفه. اوكي anyways guys، قبل ما نبدأ بتدعموا سبسكرايب فعلوا الجرس ويلا نبدأ يومنا. طيب guys خليني بس اوريكم الأشياء الجديدة اللي فصلناها ولسه ما شفتوها. اوكي تعالوا معايا شوفوا. طبعا هذا اول شيء ما شفتوه اللي هو المدخل. سوينا المراية هذه بالاخشاب والالوان حلوة الرصاصي مع الخشبي. طبعا علاقات عشان المدخل، هذا هو مدخل باب البيت. فبس والله في طبعا التصميم هو كان هنا حط صورته. طبعا لازم يفصلون بالطريقة اللي هم هي تعجبهم. هذا الجزء المفروض كان مرتفع كمان الى ارتفاع الكرسي، بس فصلوا بطريقة اللي هي تعجبه، وكان المفروض يكون مرتفع من هنا عشان نقدر ندخل شباشب، لانه احيانا ما يعني الناس يتكاسلوا انه يفتحوا هذا يحطوا جزمهم، يبدأوا بس سلايدنج الجزم عشان ما احب التراكم هنا. بس عني حصلت على هذا التفصيل، فهذا اللي حصلنا عليه. بس والله هنا طبعا هذا حق الجزم، وهذا ايضا بس ما حط له يد، ما اعرف ليش. So it's okay you know، فقلت يلا نستخدمه هذا رف للشنط، يعني حتى ما تقدروا تحطوا مثلا تحف زين لانه الجاكيتات راح تدفها وحتطيح. So I think افضل شيء انها تنحط الاشياء اللي زي الشنط، اشياء ممكن تقعد اكياس تنتظركم قبل ما تطلعون، شغلات زي كذا. Anyways so غرفة الاولاد ايش سويت شيء جديد؟ جبت ستاير اضافية، لانه كانت بس ستارة هنا وستارة هنا، فاضفت اضافة ثانية ستاير اضافية. بس والله وهنا فصل مكتب وبس، ما شال الجزء هذا، كان المفروض انه يشيل هذا الجزء كله، كل الارفف هذه تروح ويصير الديسك يندف جوا، بس ما عمل لنا كذا. وشال المراية اللي هنا، خليناها كل الجدار هذا مراية، يصير لما جوليا وادم يلبسوا. حتى شوفوا بطولي انا، انا يعني طولي 5.5 فوت، و أقدر أشوف نفسي وفوق يعني. فجوليا she can check herself every morning. Do you love your mirror? You love your new wardrobe? Yeah. So yeah صار. وهذا تركناه زي ما أنتوا قلتوا، كان من جد نيتي أشيله، بس حلو للبطانيات، أحط البطانيات هناك. وبس والله هذا section آدم، أرفف ودراج وملابس آدم. دولاب كله مرتفع لين فوق طبعا، أرفف حط ايضا شراشف، فمليان خزانة، هذا افضل شيء.
وهذا سكشن جوليا. يس جوليا. She's showing you her closet. طبعا لانه جينا في الشتاء جبنا ملابس قليلة ومرة برد مرة برد. وشقتنا يا جماعة ما فيها اي تدفئة، ما فيها لا تكييف تدفئة ولا الدفايات ولا شيء، لانه جايين بس 5 ايام تقريبا على السريع. لما اخذنا الشقة على اساس انها بس في الصيفيات، بس اضطرينا نجي الفترة هذه لموضوع معين. وايضا عندنا هنا دولاب اللي هو نايت ستاند، كوميدينا نسميها. في نايت ستاند عجبني في باتري بارن، فاوريكم هو هنا. فضلت للرجال يفصل لي هو، طبعا فصله بطريقة مشابهة مو نفسه، بس يعني طلع حلو. هذا هو الدولاب، يعني تفصيل التفصيل حلو، عجبني انه يعني استمع للتفاصيل الدقيقة اللي قلت له عليها اخيرا. بس هنا شوفوا كيف كان مفروض في تفصيلة هنا مختلفة. وحتى لي خشب غامق جوا في الرف، ما يعرف ليش نقص عليه الخشب يمكن. بس عموما يعني بشكل عام راضية فيه، مرتب وحلو وعريض ونفس المقاس اللي انا طلبته. بس والله هذه هي غرفة الاولاد، هذه الكوميديا حقتنا. تخيلوا اوريكم ايش اشترينا بدالها من محل دلتا. طبعا اشترينا كوميدينا مو كوميدينا، اسمها ايش؟ تريسر. يا هي كوميدينا صح، تسريحة. شو اشتريت تسريحة من دلتا. طبعا ما اعرف يقولون جايبينها من ايطاليا. فيها هنا خط كده بيج اللي هو عبارة عن خشب، ما ادري واضح ولا سو. هذا فيها زي خط كده خشب جوا، نفس لون السرير اذا ملاحظين عشان شوية ننسق. وطبعا السطح عبارة عن قزاز وفي تحت برنت تقليد للرخام، فحبيت عشان اقدر احط عطور وشغلات وما ينعدم الخشب. بس والله التصميم جدا بسيط سيمبل كده، الارفف وحلو انه سكشن. وايضا فصلنا برا طاولة حقت الكراسي الخارجية، فصلها لنا لانه ما لقينا المقاس اللي احنا نبغاه، بس صراحة ابدع فيها. هو الشيء اللي جدا حط لنا قزاز، وشوفوا هو اللي فصل كده التصميم هذا، عملناه على اساس انه تندف الى الريلينج اللي هو هذا السور عشان نقدر نجلس ويكفي. مرة حلو. ناقصنا شيء واحد بس، يعني زرعة هنا، حط لنا هنا نبتة حلوة كذا شوية خضار. شوفوا كيف المنظر، طبيعة خلابة سبحان الله. كل بلد ولها طبيعتها. شوف كيف الجبل فوقه في سنو، ثلج ثلوج، مرة حلو. شوفوا كيف هذه هي ألبانيا في الشتاء، والناس هوريكم كيف الناس كل صباح يمشون. وهذا المنظر اللي اصحى علينا الصباح. صباح الخير. صباح النور. Alright, we are out of the apartment. Let's go. هذه هي ألبانيا في البرد في الشتاء. هذا مقهى على البحر او على الليك. هذا هوتيل. جوا هنا جوا الفندق في ملاهي، بندخل الاولاد يلعبون شوي يستانسون، لانه في القريه ما في ملاهي ولا في العاب، سو نبغى نبسطهم قبل ما نروح هناك. محل الملاهي شايفين؟ هذا جوا هنا. اوكي جايز، طلعنا من الملاهي بعد ما خلص الاولاد، والحين على الشاطئ قاعدين يرمون حجاره. نوريهم كيف يسوون، يرمون الحجره وتسوي بانس يعني تنطنط على المويه. شوفوا كيف. Alright Adam show them show them. يلا جوليا show me. يلا Adam pick one and let's do it. It's a small but really good. Okay let's try it. يلا بسم الله. شوف كيف. Oh twice. Yes. يلا جوليا. جوليا's turn. What? You did it! Bravo. Give up. هاي كفشان. كفشان مامي. كيس يا رامي. شلوس يا رامي. جوليا كفشان. بيتزا. يامي يامي.
Alright guys, وصلنا للقرية حقتهم. خلينا نوريكم. هذا بيت عمي ورايا والأولاد طلعوا برا يلعبون. شوفوا كيف معايا. Yes. Hi. Okay. مرة حلو إنه زرع هنا مزرعة أو سوى grass. Grass للأولاد يلعبون كورة شيء. وصارت هنا كبس الزراعة. زرعوا بس لسه ما يطلع الآن لأنه في الشتاء. So. هذه كمان أرضهم. وجابوا أيضا شوفوا هناك في الأخير في كلب. وجابوا الكلب هذا عشان بس في ذئاب هنا تأكل الدجاج. شوفوا الدجاج حقهم. جوليا you're scaring the chicken. شوفوا هذا الروستر. والله حياة أيام زمان حلوة. إحنا جوا دخلنا. هذا هو بيت نانا البابا. للأسف ما هم موجودين. هم في أمريكا زي ما قلت لكم. راحوا عشان مواعيد مستشفى. So أنا وجوليا and هذا ولد عمهم Christian. Say hi. Say hi. شوفوا شوفوا كيف حب آدم مرة. لا ما شاء الله حبيبي. الله يسعدكم يا رب. عندنا هنا بتيولا. Hi Vitulash. Hi. She's making us some bread. Yes. At home. عندهم هنا ماشين. حنوريكم هي كيف تشتغل. So خلينا نشوف المقادير. What's the ingredients Vitulash? Well, this is for making brown. It's like a brown. How to explain? Brown flour. Like flour. The, from the wheat. No, it's like the out part, the skin. Okay. In the fabric, like this is the white part. The inside part, the outside part. This is the outside. So if you want just white bread, you put just this. If you want it like brown, you mix it together. Oh, okay. Yeah. So حتحط اللي هو نخالة. Two spoons, right? In the bread? Yeah, one, two, depends how black you wanted the bread. Okay, so it doesn't matter. Yeah. فهي قاعدة تسوي بالنظر. And okay? It's one secret, because if you add too much brown thing, it doesn't make the bread to rise. It stays like small. And white bread, it makes it rise. Yes, rise. So كل ما حطيته دقيق أبيض, كل ما انتفشت أكثر, okay? So no ingredients, just flour, white flour and brown. Yeah. And then what's the rest of the ingredients? Maya and water. Okay, خميرة وموية. Okay, خميرة وموية وزيت زيتون. بس مع الدقيق. هذه أربع أكواب. أربع أكواب دقيق أو كاستين ونص الطويلة هذه دقيق. Okay. Yes. طب هذا هي المشين اللي نستخدمها. This is the one who will make the. البريد. البريد like the shape. تعجن. هذه عجانة. Okay. And in this position to put it easy. Okay. So حنحط الدقيق والمقادير وبعدها نحطها في العجانة ويصير تعجنها and it mix it and then bake it. Everything. You know, just put flour, water, and it will mix it along. Let it rise, bake everything. You don't do nothing. Just put flour, ingredients, and put it here. Okay. How long it takes, Vitiela? Depends on the bread you want to make. Usually the homemade bread takes 3 hours. 3 hours. خلاص. Yeah. الأشياء اللي أنتوا تبون تسوونها سواء عجينة بيتزا أو أي ندو أي دو أو يوغرت كيك أي شيء. Yeah, the Gorenje bread is the best for making this. Yeah, so هذه المشين أفضل شيء تقول. فخلينا نشوف المقادير. So الآن المقادير عبارة عن 2 كوب water. لازم hot, warm. Yeah. Two. Okay. Like this is 240 milliliters, so I'll add 50 milliliters more. Oh, okay. يعني 240 ملي مرتين بعدين 40. Yes. Now is 1 spoon of olive oil. 1 spoon of olive oil. Okay. Now 1 spoon, big spoon. She has his own measurements. Okay. Big spoon of salt. Okay, big spoon of salt. Hello. Now adding the flour. Now the flour. Hi. So this is your measurements, like this pot. Yes, this pot. Oh, okay. Mm-hmm. And this pot is like the size with kilograms. Okay. Hi. So 1.5. Yes. Hi, Julia. The maya to activate better, it needs some sugar. Like this small spoon now, like half. Half of that small spoon. تحط شوية سكر عشان تفعل الخميرة. Yeah. And now one full maya. Okay. Like okay. It's a small spoon. Teaspoon. Yeah, okay. Yeah, teaspoon. خميرة. خلاص الآن بس نحطها جوا هذه وهي تسوي لنا الخبز. طبعاً I know الجهاز هذا كثير يعرفونه بس انا صراحه اول مره اشوف كيف يشتغل. عرفته
كيف هذه عجينة لازم تنعجن عشان كذا 3 ساعات تاخذ وقت. طيب يلا يا جماعة نازلين وري آدم المفاجأة. آدم وجوليا مو بس آدم. You guys ready? يلا let's go see the surprise. Come on. Let's go. Go with daddy. Go جوليا. Here? Is the surprise here? Jazzy, can you bring it? Did you see it? Oh my god! So cute! I wanna keep one. You wanna keep it? So adorable! They sound so soft. خايفين مع أمهم حرام. Don't hold my hand to the camera, Julia. Adam, are you happy? How many are they? Count them. They got closer to the mom. Mom? And another one here is staying on top of the edge. Where are still? Let me see. 21 days to bring the new. في واحدة هنا يقولون إنها جالسة على دجاجاتها. شوفوها. Do you like that? Yeah. That's the surprise. But I want him to touch it. That's what I wanted him to. You want to try, Julia? Touch it? It's going to bite you, man. خلينا نشوف ايش يصير لو حاولت. The mom is going to bite you. بسم الله. بسم الله. Yes, that one. يحاول يجيبها. The yellow one, yellow one. Yes, yes, yes. يلا جوليا, hold it. Oh my gosh, it looks like a toy. Adam, touch it, Adam. No, no, touch it. It's gonna run away from you if you don't. You have to hold it. So cute. Oh my god, look at me, guys. You wanna keep it? But it's mommy will cry. Haram. It has so many kids. Haram, Julia. But the baby chicky will cry once it's mommy. Then we'll get the mom. We'll get the mom too? And we'll get all the kids. Haram. So cute. Oh my gosh, got scared. Don't drop it. Love. Go. Bismillah. You got scared. Oh my god. Christian. Yeah. Christian. Touch it, bro. Touch it. Touch it, بس لا تفغصها. حيجيب أجلها مسكينة. It's a real cheeky. Yeah, Rabbi, it's so cute. I want to keep it. Help the camera, Julia. You're shaking the camera. Adam, you like that? Yeah. It's very loud. They're cute, right? The mommy is happy. It's like got its babies. All right, guys. Why? It's done. Should we open it? Mm-hmm. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا كيف الخبزة. لازم تغطوها. You have to cover it so it's softened a little bit more, right? Turn on before touching nice. it. Nice. I like. ما شاء الله تبارك الله. الحين بتيولا راح تخرج الخبزة. أوبا ما شاء الله تبارك الله. So هذا هو الشكل النهائي. Are you gonna flip it and then start cutting it? Like this. MashaAllah. So we have to leave it to cool down a little bit and then cut it. To see the inside better, like cold, but it's okay. طيب هي تقول لكم اتركوه يبرد شوية بعدين تبدأوا تقطعونه أفضل. Cut it from inside. MashaAllah. Looks so good. MashaAllah. تبارك الله. It's hot. Yes. Alright guys, رجعنا دوبنا للشقة وكذا جينا على نهاية الفلوج. فاللي مو عامل سبسكرايب تنزل عامل سبسكرايب ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله. Thank you for watching guys. Bye. Bye.